مرة أخرى معي عبر اللايف فيو المهندس شريف عبد البديع محمد، نائب رئيس جهاز مدينة قصة للحي الجديدة. مهندس شريف، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. قول لي إيه اللي حصل في الصالحية في خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا؟ إيه الجديد اللي موجود؟ وإيه حكاية البيوجاز؟ أنت بتضحك، إيه حكاية البيوجاز اللي إحنا سمعنا عنها أخيرا؟ دخلنا وعملنا المصنع وهننتج السماد. تمام يا فندم، اولا برحب بحضراتكم، برحب بمشاهدين الكرام، وبرحب بقناه الحياه اليوم اللي بتسلط الضوء على المدن الجديده وبتلف الجمهوريه كلها. مدينه الصالحيه الجديده، احب اعرف المشاهدين مدينه الصالحيه الجديده هي مدينه تابعه اداريه لمحافظه الشرقيه، تقع على بعد 110 كيلو متر من القاهره، وتقع من على بعد 40 كيلو متر من اسماعيليه، 90 كيلو متر من بورسعيد والسويس، و120 كيلو متر من دمياط. الموقع بتاعها المتميز ده جعل فيها هنا الاستثمار الصناعي والزراعي، وطبعا في نمو سكاني تم. وطبعا بالنسبه لمشروع البيوجاز اللي انت اتكلمت عنه ده، اولى احنا يعتبر مدينه الصالحيه جديده من اولى او بكوره المدن اللي طبقت المشروع ده، وان شاء الله احنا دلوقتي في البدء التجريبي للمشروع وفي مرحله الملء حاليا. ان شاء الله في الايام القليله المقبله سيتم الانتهاء من الملء وعمل التجارب، ان شاء الله نبدا المشروع يبدا يخش وينتج ان شاء الله. عندنا حضرتك السماد السائل طبعا، وهينتج الغاز الطبيعي اللي بدوره بيخش على المولد وبيخش ينتج الطاقه الكهربائيه من الحمأة. الحمأة سيادتك دي اللي هي كان بتمثل عبء على اي مدينه او اي محافظه حاليا للتخلص منها. انا حاليا بستفاد منها عن طريق الشركات المتخصصه بتخصيص بعض الاماكن بداخل المحطات المعالجه لانشاء محطات البيوجاز. طيب انا عايز اسال حضرتك، احنا الحمأة هي المخلفات الصلبه التي بتبقى المخلفات الصلبه اللي بتتبقى بعد عمليات ال 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 المعالجه المائيه. قول لي بقى، احنا هنطلع سماد وهنطلع بايوجاز هنشتغل بيه في توليد الكهرباء؟ تمام يا فندم، هو حضرتك محطات المعالجه موجوده في المدن كلها. مشكله محطات المعالجه ان انا بعالج الميه عن طريق اضافات بعض الكلور والمواد الكيميائيه، وبتتوصل على الصرف السيب لاقرب مصرف. بيبقى عندي مشكله في المخلفات الصلبه اللي سيادتك بتتكلم عنها دي، حضرتك كان بتمثل عبء على اي جهاز ان بيطرح عمليه لاي شركه لرفع هذه المخلفات، وكان بتكلف اي جهاز او اي محافظه مبالغ طائله. حاليا مشروع البيوجاز حل دي المشكله دي، خد الحمأة اللي هي المخلفات الصلبه، دخلها في خزانات، خزان يعتبر ابتدائي الى خزان تجميع، وخزان اخر هاضم لا هوائي. الخزان ده حضرتك بيعمل معالجه للحمأة عن طريق اضافه بعض المواد الكيميائيه، بينتج عن هذه المعالجه استخلاص السائل سماد السائل عن طريق الهاضم، وفي نفس الوقت في عندي وحده بتعمل تنقيه للغاز، وبدورها بتخش على المولد اللي بدوره مربوط على شبكة الكهرباء الرئيسية عن طريق بروتوكول موجود مع شركات التوزيع وشركات النقل. طيب والأسمدة اللي طالعة هتكفي الزراعة في الصالحية؟ الأسمدة اللي طالعة، هو طبعا المشروع حاليا على مساحة 16,000 متر، هو طاقته حاليا طبعا لا تكفي جميع الاراضي الزراعيه المحيطه بالصالحيه او بشركه الصالحيه، لكن هو طبعا هيساهم بقدر كبير حوالي من 40 ل 50% عند البدء في تشغيل المشروع ان هو يغطي الاراضي اللي حوالينا. مهندس شريف عبد البديع محمد، نائب رئيس جهاز مدينه الصالحيه الجديده، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى مشاركتك في هذه الحلقه.